يا اهلا بكل حضراتكم، عوده مره تانية على 10 الصبح في الاهلي، والضيفنا العزيز اللي منورنا ومشرفنا كابتن فتحي نصير، اللي الحقيقه دايما لا يخلو من القصص الجميله. كنا بندردش معانا ونهاوند من شويه اثناء هذا الفاصل وسمعنا منه قصه لطيفه جدا جديره بان احنا يعني نسمعها لحضراتكم برضو، بتدل على هذا الكيان باصوله اللي بيراعيها باخلاقيات رموزه. طبعا كلام على كابتن محمود الخطيب، ومعلش هنستسمح حضرتك برضو ايه نعرف الناس الموقف ده، وبرضو في رابط ما بين الاستاذ العابني فاروق وكابتن محمود الخطيب، والاساس اللي احنا عايزين نوضحه للناس فكره الاحترام. الاحترام والمبادئ، وكل واحد نظام مؤسسي، كل واحد عارف اصول وعارف ايه الصح. الكلام ده بيرجع لنا في سنة 98، كان مباراة بين النادي الأهلي وفي نهائي دورة الوحدة الكروية، وكان البعثة موجودة برئاسة السيد العامري فاروق تمام كمثل النادي الأهلي. تمام. الخطيب جاي وهو برضه في اتحاد في النادي، يعني الوقت ده أمين صندوق، فكان في رحلة علاج في فرنسا وبيكلمني بالتليفون دايما احنا على تواصل. قلت له النهارده في مباراة بعد بكرة جاية حلوة، النادي الأهلي وبيلعب كذا، ما تيجي وتشوفه تقضي يومين بعد رحلة العلاج دي وتقدر تغير الرياضة. قال لي طب يا كابتن انا هغير الرحلة وهجي لك، واستقبلناه وعملناه وكل حاجة وكل الأمور، ونختصر وجه وحضر المباراة. تمام. حضرنا المباراة والنادي الأهلي فاز يوميها. المهم واحنا بين الشوطين فوجئت ان المندوب او ممثل الشخص اللي الشيخ سعيد بن زايد ابن الشيخ زايد رئيس نادي الوحده جاي بيقول كابتن عاوزين الكابتن محمود الخطيب بس عشان الشيخ عاوز يسلم عليه. والشيخ قاعد فوق في مقصوره خاصه كده بإزاز، واحنا قاعدين في المقصوره الرئيسيه، بس دي مقصوره خاصه بتاع الشيوخ. طبعا. بقول له يا بيبو في كذا كذا كذا. قال لي يا كابتن لا مش هقدر اطلع. قلت له الشيخ ابن الشيخ زايد. قال لي لا مش انا رئيس البعثه، رئيس البعثه العامري فاروق. قال يعني ايه؟ قال لي لو هو عايز يروح، انا جاي ضيف، انا الرسمي بتاع البعثه ده العامري فاروق. فقلت للمندوب اصل كذا كذا كذا، فقال لي طب خلاص تطلعوا هما الاثنين. فقال له برضه انا مش هطلع. قلت له ليه؟ قال لي لان عشان يطلع لازم السفير. الله، السفير موجود، كان السفير افتكر لما سيب الخير فهمي فايد سفير جمهورية مصر العربية في الإمارات موجود. قال ده صفة رسمية ما نقدرش نسيبه ونروح نيجي نسلم وكده. فقال له كده أنا مش هقدر أستقبلكم لأن هو قاعد فوق بشورت وفانيلا، فلو لابس شورت وفانيلا ما يقدرش يقابل أي شخص السفير بصفة رسمية. طبعًا. لازم الغطرة والعجال والمش عارف ايه والحاجات دي، البروتوكولات دي. لكن شوف بقى الحب والاحترام، راح طالب اخوه الثاني الشيخ طحنون اللي هو معاه في النادي. قال له البس غطره وقال له تعالى عشان تقابل بعثه الاهلي وتسلم على الخطيب وتعتذر له على اساس ان احنا ما قابلناهوش، وتقابل والسفير موجود معاهم. واحترام متبادل الحقيقه. فشوف ازاي ادى احترام طبعا وفهمه يعني ايه الاصول بادب. احنا اي حد تاني ابن الشيخ، يعني ابن الشيخ زايد والشيخ زايد في حياته وبتاعه وكده. قبل ما حضرتك تكون خلصت الجمله هو قاعد معاه في المقصور. الله كله لكن ده قال له لا ما اقدرش، ده في رئيس بعثه اللي هو العمري فاروق، ويمكن العمري ما يعني دلوقتي يمكن ما اعرفش القصه دي. يعني انا بقولها ولا اول مره، انا والخطيب بس اللي نعرفها. هو يمكن سياده النائب او نائب الرئيس دلوقتي ما يعرفش، عارف يمهن الخطيب ما رضاش يطلع الا لما يطلع مع العامري. ولما جم قالوا طب اطلعوا انتوا الاثنين، قال له لا ما اقدرش لان فيه سفير وما نقدرش نسير بالسفير. حاجه محترمه جدا. دي مبادئ، دي مبادئ النادي الاهلي على الارض. يعني زي ما احنا بنتكلم نادي الاهلي نادي المبادئ، هي مش شعارات احنا بنقولها او يعني بنربطها بينا، لا انت على الارض بتتبع ده. فيعني لا فعلا حاجه من 25 سنه. تخيلي حاجه من 25 سنه.